السلام عليكم جماعة على اليوتيوب، مرحبا بكم في هذا الفيديو. جيسبر كراكم غايا، انا راني غايا الحمد لله. اليوم جيت نهضر لكم على سوجي تري امبورطون. سي با اون فيديو اللي غادي تعجبكم فيها كندا ولا كيما المؤلف، ولا سي با اون فيديو اللي غادي نبريزونتي لكم فيها خدمه ديروا بها دراهم ولا، مي سي اون فيديو ديستيني ا ان بوبليك سبيسيال. هذا الفيديو مخصصه الى فئه معينه من الناس. هذه الفئه المعينه شكون هي؟ هذه الفئه المعينه هي الناس اللي جايه تدرس في كندا، جايه دير لي زيتود في كندا وجايه بالفيزا ديتود. اوكي، كاين واحد القانون جديد ما على بالكمش به بلاك ولا على بالكم به، سا ديبون، باسكو على بالي بلي لا ماجوريتي تاع الناس كانوا متبعين غايه باش يسجلوا روحهم، من بعد جات كورونا لاشاو كلشي. دونك انا خايف بلي المعلومات اللي كانوا في راسك قبل تحسبهم بلي ces informations là sont toujours d'actualité، ce qui n'est pas le cas. هاد المعلومات ما راهمش مي زعما معلومات خالده، ما تموتش ما تبدلش ما تغيرش. هاد المعلومات خاضعه لتغيرات سنويه، شهريه، يوميه، اسبوعيه. يعني كاين تغيير في القوانين، كاين تغيير في المصطلحات، كاين تغيير في بزاف امور. هذا التغيير يوقع بصفه يوميه ولا اسبوعيه ولا شهريه، سورتو شهريه الى سنويه. اون جينيرال شاك موا دو نوفمبر يجبدوا قوانين جدد في لي زيتود. دونك اليوم جيت نهضر لكم على واحد القانون واحد اللي هو قانون تاع الخلاص تاع لا بروميير ترونش. هذا القانون داروه جديد، ما على باليش الا قانون اكري ولا غير مطبق، مي اللي على بالي بها سيكو هذا القانون يطبقوه. اوكي، كاين بزاف لي زاجون ديميغراسيون على لا فرونتيير كنديان كي توصل نورمال تفوت عند لاجون ديميغراسيون، هو اللي يطبع لك الفيزا ديتود تاعك، هو اللي يطبع لك لونتري كوم اتيديون ويعطيك بيرمي ديتود عند الدخله. هذا القانون شي يقول باللي لو كان ما عندكش زعما كي يقولوا له الواسمه، لو كان ما عندكش البيمون تاع لا بروميير ترونش قادر يردك من البلاستيك. اوكي، هذا القانون انا غادي نعتبره باللي كاين منه. اوكي، ما ندخلوش في هذيك واكه اللي يديرها كاين اللي ما يديرهاش، باسكو لو كان توصل لهنايا و تي ترون كونت باللي كاين منه ويردوك سا با تفر تريتي مال. الوغ اون فادير كو كاين منه هذا القانون. اوكي، دي فراسك باللي كاين منه، دي فراسك باللي لو كان ما تخلصش لا بروميير ترونش تاعك كو سوا في دي او بي ولا في اليونيفرسيتي غادي يريتورنوك. بون ديجا لا ماجوريتي تاع الناس ما يسجلوش روحهم في الدي او بي باسكو فوز افي موان شونس ديتر اكسبتي بالبروغرام تاع الدي او بي. نهضر دونك على الناس اللي عندها بروغرام يونيفرسيتير. لو كان ما تخلصش لا بروميير ترونش تاعك من الجيري وتجيب معك بروف باللي خلصت لا بروميير ترونش تاعك، سا سورا تري تري بروبليماتيك، بروبابلومون بروبليماتيك. اوكي، يعني قادر تطيح في المشكله. وانا ما نبغيش كي توصل ويردوك ومن هنا تكتب لي ميساج قول لي اه جواد علاش ما قلتليش على هذه، نقولها لك ما ندروك. لو كان ما تخلصش لا بروميير ترونش تو بو افوار دي بروبليم يادوك لالجيري ديريكتومون من تماك في دقيقتك، راك فاهم؟ خلف دوري يدير لك في دقيقتك، ماشي ما با ما يضيعش معاك الوقت. قال وخليه يقعد هنايا وحتى يخلصنا بروميير ترونش عادك يمشي يبدا يقرا و ميم با ميم با ميم با يردوك من الايروبور. يعني وكيما راك يخلصوا لك بي وتولي ردو. كيما راك يعني بلا محاوله، بلا خالو قارعو خل نشوفو حتى بوه يبعث له، ولا عنده خالته تسكن في سونتر فيل يروح عنده يجيب تروح يخلص لابريفير، ما كاينش شيء. يعني ردوك في بلاستيك خلف دور وتعشي يا هذوك لي زانفستيسمون كو سا سوا انفستيسمون فينانسي ولا انفستيسمون بيرسونيل ولا انفستيسمون بسيكولوجيك، باسكو تو تانفستي في حاجه بسيكولوجيكمون تحط راسك فيها. بعد ما تالي يقول لك اه اون فيت ما خلصتش بروميير ترونش ولي، وسا سبو كو الدراهم تاع بروميير ترونش يكونوا في جيبك وتقول لها نخلص دروك، يقول لك لا ولي باسكو خصك تخلص لا بروميير ترونش تاعك من الجيري. هذا قانون جديد، هذا ما كانش كاين كي جيت انا، ما كانش كاين كي جاو لا ماجوريتي تاع الناس. هذا القانون تاع خصك تخلص بروميير ترونش، باسكو هذا القانون تاع خصك تخلص بروميير ترونش لا ماجوريتي تاع لي زارجينيين اللي يجوا ما يجيبوش معاهم بزاف دراهم، يقول لك نخدم هنايا وندبر راسي نافيغي زماني ونخلص بشويه ونتفاهم معاهم ونعطيهم النص ومن بعد عقليه تاع لي زارجينيين تاع واه ندير لك الدفعه ونعطيك العربون ونزيد لك، وعندي عمتي تسكن في ليون وعندي جداتي تسكن في مارسي دوك يبعثوا لي وويسترن يونيون ودوك نخدم شويه ودوك نتعاوض وعندي واحد الورث. العقلية تاع لي سالجيريان، هذه هي العقلية تاع لي سالجيريان، اوكين اورغانيزاسيون غير تبهلل وكيما جات تجي كيما يقولوا. ما راش عارف لي سالجيريان، حنا كاع كيما هاك وانا ثاني الجيريان، مي هذا هو المشكل. ما كانش لورغانيزاسيون، كان تبهليل
كاين وهذوك نعطيكها من عمالك خويا مالك مخلوع بهالدرا عندك نخلصك منها. هادو على بالهم بها باللي مش على بالهم باللي زوجين هذول كيما يعرفوني اش غايه مي على بالهم باللي ماشي 100% تاع لي زيتوديون يخلصوا لي زيتود تاعهم. دونك هذاك الريسك هذاك تبان لي هذاك اللي دخل فيها ولا واش يديروا ولا خويا خلص بريمير طونش امورها داي معاك زعما راس المال كيما يقولوا. انت تخلص بريمير طونش تاعك عادي نورمال تخلص بريمير طونش تاعك اوكي من بعد لا تقلت عليهم شويه ومن لا تفهم معاهم. هادي لا بريمير بارتي تاع لا فيديو. لا دوزيام بارتي شا تقول؟ لا دوزيام بارتي تقول شحال لا بريمير طونش. الوغ كاين زوج متغيرات. المتغير الاول شوالا لي زيتو تاعك سي سور كو لا تقرا تربيه النمل ولا تقرا جارديناج ولا تقرا سكرتاريا ولا تقرا اجونت سيكوريتي بون هادو صوالح ماشي يونيفرسيتير مي باش نعطيك مثال سي سور كو في اليونيفرسيتي تقرا حاجه بازيك راك فاهم قال باغ اكزومبل على باليش انا بيولوجي ولا هيستوار ولا جيوغرافي ولا انجلي وفرنسي صوالح بازيك كيما هكا صوالح ما يخصهمش تكنيك بزاف سي سور كو تقام لك بوكو موان شير اوكي اي سا ديبون تاع ديك اليونيفرسيتي الا تروح تقرا في اليونيفرسيتي د ماكيل ولا تروح تقرا في اليونيفرسيتي دوتاوا سي با لو ميم بري كو الا تروح تقرا في كونكورديا باغ اكزومبل ولا لو كي تي ار اليونيفرسيتي كيبا كادرو ليبير سا سي دي يونيفرسيتي ما يخلصوش بزاف ما تقام لكش بزاف مي الا تروح تقرا في اليونيفرسيتي لا بلو بريستيجيوز دو كندا سي سور كو غادي تقام لك بزاف. دونك لا بروميير دي شوز لا بروميير ترونش كو تو فا بايي ديبون سورتو دو لونيفرسيتي اللي غادي تقرا فيها اي و الدومين الا تقرا في دومين تقرا مش عارف انايا فيزيك كوانتيك من شيمي نيوكليير صوالح هكا راك فاهم خصهم دراهم الا تقرا ايرونوتيك الا تقرا ما على باليش انايا ميكانيك لورد ولا فايس زعما كومبليكي خصهم بودجي كبير فاهم باغ اكزومبل لي واحد يقرا شيمي نيوكليير هذا خصها واحد بودجي مسخوط باش يقرا راك فاهم خصها واحد لي زيكيبمون خصها واحد الدراهم مسخوطين باش يقرا راك فاهم ما غاديش سي سيغ سي با لا ميم شوز كو واحد يقرا ايستوار راك فاهم واحد يقرا ايستوار ما جو بونس با كو ديروا بزاف صوالح يعني يصرفوا عليكم بزاف لا سي جوست كتبه من هنا هذا ما كان كتبه واستاذ هذا ما خصك الوغ كو تقرا شيمي ما قلت لك شيمي نوكليير ولا فيزيك كوانتيك ولا فيس كيما هاك ولا ميكانيك دي فلويد ولا هاد صوالح كومبليكي سي سور كو يتو فوا ميور بودجي كي تقرا لايرونوتيك سي سور كو خصك ميور بودجي كي تقرا هاد صوالح سي سور كو خصك ميور بودجي سا سي سور 100% دونك لي زيتود او ليو دو كوتي باغ اكزومبل 40000 دولار او توتال فون كوتي 80000 دولار هادي 80000 دولار لا بروميير طونش تاعها نقولو 10% سي 8000 دولار الوغ كو 40000 دولار لا بروميير طونش تاعها 10% سي 4000 دولار سا باري اوكي هذا هو البرومي فاريون لو دوزيام فاريون ماشي فاريون فاريابل لو دوزيام فاريابل اللي هو المتغير سي كو انت واش طرتك اون جينيرال هنا لا بروميير اون جينيرال لا بروميير ترونش سي دو لا نيغوسياسيون سي دو لا نيغوسياسيون نقول لك بالتالي سي دو لا نيغوسياسيون ستادير كو سي يدي يقول لك اوكي عطينا 5500 في لا بروميير ترونش ايتترا تقول له مو سا مانتريسري بلوس 4500 كوم سا 1000 دولار هذيك نشري بها لي زيكيبمون لي خصوني ايتترا نشري بها لي ليفر هنا لي ليفر سي اكستريمون شير يفول سافوار Il faut savoir pour une année de livres, ça peut te coûter jusqu'à 700-800 dollars. Et ça dépend. On les matières basiques, on a de comptabilité, qui est intéressé par le domaine. Le cégep, c'est marrant. Hein? Cégep, c'est-à-dire que le cégep, mais qu'il y a un flagellier, mais il y a un diplôme, bel bac direct, c'est-à-dire, bel DES. Bel bac direct, mais je ne suis jamais allé à ce diplôme. Ce diplôme, tu vas travailler avec directement, tu vas travailler avec le diplôme. ولا باش تروح الجامعه خصك ثاني تروح السيجاب هذه كي تكون كندي ها تكون ارجينيا بالباك تاعك تدخل كي تروح الجامعه ثاني خصك عندك السيجاب هذاك السيجاب تقرا عامين وتروح الجامعه ولا تقرا 3 سنين ودير ديبلوم تخدم به فهمت صافي فهمت عندك دو شوا يا تخدم عامين يا تقرا عامين يعطوك واحد ديبلوم يحلك الباب تاع الجامعه يا تقرا 3 سنين يعطوك واحد ديبلوم تخدم به ديريكتومون فهمت وانت دبر راسك سي سور كي يكون عندك باك كي يكون عندك ديبلوم تاع 3 سنين في السيجاب سي سور كو واحد عنده ديبلوم في الجامعه خير منك باسكو عنده ديبلوم جامعي راك فاهم عنده بكالوريا صافي قاري اكثر منك واحد عامين اكثر منك مهم ريفونو انو موتون نقولوا لهضرتنا لو بلوس امبورطون دون تو سا سي كو il faut négocier خويا négocier قلت لك عطيتك مثال في الكونتابيليتي سا كوت 600 دولار دو ليفر سي با ريان دو تو 600 دولار دو ليفر دونك il faut savoir ضرب لها حسابك هذه مهم دونك لو بلوس امبورطون كاين دو فاريابل لا بروميير فاريابل سي البري تاع لونيفرسيتي هذه عندها دخل كبير في لي كو ديتود في الكو تاع البريمير ترونش و لا دوزيام فاريابل سي
que t'as une négociation tac. C'est-à-dire il a négocié bien un bon contrat. C'est pas une question de contrat, c'est pas vraiment un contrat. Il a négocié bien la première tranche, le montant des recettes versées. Ça serait bien pour toi. Pourquoi? Parce que ça va t'ouvrir des portes. Enfin, au lieu de dire mec à 10 000 dollars, etc. Ça va t'ouvrir des portes. Mais le problème là, c'est que cette vidéo d'aujourd'hui, elle est très très importante. Ça change totalement la question. T'as comme les Saksouhani le plus. La question des Saksouhani le plus, c'est شحال خصني درهم باش نجي لكندا اليوم من الان فصاعدا باش تجي ايتيديون في كندا خاصك درهم افون كان خصك غير شويه مي من هذا الفيديو وروح خاصك درهم البروميير ترونش ودرهم البي و خاصك ثانيك درهم الماكله ودرهم لواي تاع ان او دو موا افون كو تي كومونس ا ترافاي اوكي دونك لا اون بار دو ماكله اون فادير 200 دولار بار موا اون اي كوريكت درهم تاع اللوايي و تاع تاع الالكتريسيتي و تاع الانترنت اون فا دير 850 دولار اوكي دونك لا اون بار دو 1050 دولار بار موا 1050 دولار بار موا هذه كي تكون تعيش وحدك كي تجيب معك صاحبك وتخلصوا النص بالنص وهذيك هذيك شطارتك هذيك انا ما ندخلش فيها كي تكون عايش وحدك نعطيك لو بير دي سيناريو تعيش وحدك تكري دار وحدك تخلص انترنت وحدك وتخلص الضو وحدك وتاكل وحدك هادو كاع وحدك تقام لك 1050 دولار بار موا اون فا دير الى عندك لوطو لاسيورونس تاعها 50 دولار بار موا تانيك دونك 1050 plus 50 ça fait 1100 ou l'essence t'as l'auto technique ça coûte 250 dollars par mois 300 dollars ben là qui le coûte trop vraiment bizarre donc 1400 dollars c'est 1400 dollars par mois pendant deux mois donc ça fait 2800 dollars plus la première tranche c'est qu'on environ 6000 dollars on va dire donc maintenant tu sais à peu près à quoi t'attendre pour que tu puisses venir au Canada. Je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que vous avez vraiment j'espère que vous avez vidéo. Vous avez français et l'arabie. Vous avez fait un peu de temps. Vous les commentaires. Vous avez fait la famille. Comme c'était Jawa TV. Maintenant, vous avez abonné à la chaîne YouTube. Ça me ferait vraiment plaisir. Vous avez fait la famille. Bye.